بمناسبة الأعياد بتكثر طبعا المناسبات وأكيد الهدايا من أجل تقديمها لأحبائنا، فيعني بتعرفوا الكريسماس على الأبواب، وبهاي المناسبة أكيد في معارض كثير بتصير، بتكثر الفعاليات والأنشطة حتى إنها تقدم الهدايا بصورة حلوة ومرتبة. اليوم رح نستضيف حنان الحلاق ناصر الدين، هي منظمة ومؤسسة لهانس للهدايا والمناسبات. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا حنان، كيف صحتك؟ إن شاء الله تمام. أهلا وسهلا، الحمد لله. فيك احنا يمكن انتم بالبدايه حابه انا اعرف منك، في تنظيم لاكثر من معرض من قبل منظمتكم ومن قبل مؤسستكم، صارت معروفه اكثر هلا في الاردن انه بتنظموا انتم مثل هيك معارض، بتنظموا مثل هيك فعاليات حتى بكل المناسبات. اعطينا فكره اكثر عن هاي المنظمه، منظمه هانس. هلا هانز جيفتس اند ايفنتس صارت معروفه بالبلد، بلشنا لنا فتره بننظم ايفنتس، لاحظنا انه في كثير ضعف بتنظيم المعارض بالسوق، فبلشنا نعمل معارض من تقريبا فوق العشر سنين لنا عم نعمل معارض موسميه لعيد الام، معارض لرمضان، معارض للاعياد بمختلف انواعها. لاحظنا انه كثير في موهبه عند النساء الاردنيات مخفيه بالبيوت وما في اي طريقه انه يسوقوها، فكانت هانز هي الراعيه لهم من سنين طويله بحيث انه تنظيم كويس لهم. صاركم 12 سنة تقريبا صرنا 12 سنة، وأسسنا محلنا اللي هو هانز برضو اللي بيحتفل بوجود هدايا مشكلة بالمحل لكل المناسبات. في عنا هدايا، وفي كمان ناس بيعرضوا عنا بالمحل قطعهم الفنية والقطعة اللي تقريبا مصنعة يدويا ومنتجة يدويا من المنزل. هذه الست المبدعة الأردنية اللي اكتشفنا عندها موهبة رهيبة، بس كان في عندها زي شوي تخوف أو ما في شوي ثقة بالنفس إنه يطلعوا للسوق ويختبروا هذا المنتج، بتكون عندها كتير خبرة فنية بس ما عم تتجرأ إنه تشارك. فإحنا بلشنا ندعمها ونقويها ونشجعها معرض ورا معرض، وبنعمل لهم دايما annual meetings، بنقابلهم بنشجعهم، فاكتشفنا إنه هي جدا موهوبة وجدا ذكية، بس بدها حدا اللي يساعدها ويساعدها، بدها حدا يطلعها. المعارض تبعتنا هي المكان المناسب لتختبري منتجك، كمان انت بدك تختبري هذا المنتج، بدك تتاكدي انه هذا المنتج ببيع بنافس على قدر من الكواليتي البرودكت، انه كويس جيد. فمعارضنا هي السوق الحقيقي اللي مش انه انت عملتي اي شيء عم تحكي عنه حلو او اهلك عم بيقولوا لك برافو حلو، انت بدك تتاكدي، بدك تاخدي انستنت فيدباك من الناس، تتاكدي انه هذا المنتج حلو وبياع وبيساعدك لقدام تستمري في بروجكت. كثير في ستات بلشوا من عنا وما شاء الله، يعني قصص نجاح، كل معرض عنا عباره عن قصص نجاح فخورين احنا فيها كلها. انتوا عاده كل قديش تعملوا هاي المعارض؟ يعني كل 3 شهور 4 شهور في عنا ايفنت. المعرض الماضي احنا بنحكي عن معارض وبازارات بنفس الوقت، مش هيك؟ هي معارض وبازارات، في منها بيكون له طابع كثير كبير، زي معرض عيد الام اللي بالفور سيزون بيصير كمان 3 اشهر، بيكون تحت رعايه ست سميه بنت الحسن، وكثير بترعى وبتهتم فيه، بيكون كثير طابع، بيكون مهرجان احتفال بعيد الام. في زي معرض اهلا رمضان بيكون اكثر بازار. المعرض اللي بكره موجود يوم الخميس والجمعه بفندق الرويال رح يكون زي سوق هدايا، يعني انت بدك هدايا مميزه، ما بدك الهدايا الموجوده بالسوق، ما بدك اللي موجود بالمول، بدك الاشياء المصنعه يدويا بايدي وروح ستات اردنيات مبدعات. يعني بكون مثلا يعني ايش حنشوف؟ حرف يدويه، حنشوف ماكولات، شو بالضبط رح نشوف بهذا المعرض اللي رح يكون من بكره خميس وجمعه؟ مش هيك؟ مزبوط، خميس وجمعه في الرويال بفندق الرويال اسمه سوق الهدايا، رح تشوفي سوق في كل شيء. اوكي. من المعجنات الرائعه، من الكيكات الرهيبه، من الأزاز زجاجيات مرسومة، فاشن ديزاينر رح تشوفوا وتتفاجئوا بفاشن ديزاينر فظيعين أردنيات مشاركين معنا. رح يكون في عرض شيء ولا بس بالافتتاح العرض حيكون؟ طبعا رح يكون في معروضات. الحلو بمعارضنا إنه مش بس الناس بتمرق وبتتفرج وحلو باي باي، لا، في بيع مباشر بصير، فأنت بتستفيدي، المشاركة بتستفيد والزائرة بتستفيد فورا، لأنها هي بتتعرف على مصادر تسويق، يعني سوق كتير حلو ومميز ومخفي، دائما احنا بنحاول نطلع هاي المواهب.
سبحانه. طب الأشخاص اللي بيحبوا دائما يشاركوا معكم في هذا المعرض، يعني هم بيلجأوا لكم ولا أنتم بتبحثوا عنهم وبتحسوا، خصوصي اللي عم نحكي السيدات اللي حابين يعرضوا منتوجاتهم عن طريقكم أنتم، كيف ممكن يوصلوا لكم حتى أنه حاسين عندهم موهبة وحاسين أنه عندهم شغلات كتير ممكن يبدعوا فيها، بدهم يظهروها عن طريق البازارات اللي أنتم بتنظموها؟ احنا الحمد لله هلا صار يعني معروف عنا، الناس اللي بدهم يوصلوا لنا بوصلوا لنا عن طريق الفيسبوك اغلبهم، عن طريق هاندز جيفتس اند ايفنت الاسم تبعنا، عن طريق الفيسبوك بيقدروا يتواصلوا معنا، وفي عن طريق اللي برا الاردن عن طريق ويب سايت برضو عملناها لنشجع الستات انهم يبيعوا مش بس بالاردن، وصارت بالفعل من خارج الاردن طبعاً، لانه طبعا شاركوا السعوديه الكويت ليبيا الجزائر كلهم هدول بدهم يشتروا منتجاتنا مهتمين فيها. فعنا اسسنا فيرست بازار اللي هي اسستها ليندا اختي اللي هي احنا شراكه مع بعض، بنقدم لها تحيه. firstbazaar.com هي ويب سايت بتسوق كل المنتجات اللي رح تكون موجودة يوم الخميس والجمعة بالرويال، والمنتجات المخفية الثانية اللي بالبيوت، يعني هي ويب سايت بلاتفورم كبيرة كتير للستات اللي بنتجوا بالبيت. بتقدري حتى بالأردن هون انتي مو جعبالك تطلعي برد شوي بتطلبي قطعتك بتجيكي على البيت، وهذا إشي كتير رائع. مركزين على الاكسسوارز، الشغلات اللي بتخص يمكن كل سيدة بتحب طبعاً. السيدات كتير، وهي تكون زي هدية تقدمها لوالدتها سواء بعيد الأم طبعاً. أو لأكثر من مناسبة زي ما ذكرت، يعني مركزين على موضوع الاكسسوارات بالإضافة للملابس والمنتجات طبعاً. الغذائية طبعاً عندنا الاكسسوارات بيكون في تشكيلة كتير فظيعة من الاكسسوارات، في أشياء ذهب، في أشياء فضة، في أشياء كروشيه، الاكسسوارات دايماً بيكون كلها هاند ميد، كلها هاند ميد. في مرات بيشاركوا ناس بيحبوا يجيبوا بضاعة من برا وبيشاركوا فيها لتحسين مستواهم الاجتماعي، ما عندنا مشكلة، مرة على مرة عم بتعلموا كيف ينتجوا. يعني احنا شجعنا عند الست انه فكرة الانتاج، الهوية تبعت الست الأردنية انه كيف تقدر تنتج منتج مميز. وبهالمناسبة انا فخورة بكتير ستات يعني طلعوا من عنا وفتحوا محلات، وفي منهم صار يبيعوا ببلاد عربية كتير، أسماء ما بقدر أذكرها بس جدا يعني قائمة رهيبة من الستات اللي بلشوا مشاريعهم عن طريقنا من 11 سنة وعم بيبيعوا بشكل كتير منيح. كتير حلو. هون كمان لابد أنه نعرج على فكرة أنكم عم بتساعدوا حتى السيدات السوريات. يعني حكتي لي تحت الهواء أنه هي فكرة أنه مساعدة السيدات السوريات بأنهم يعملوا منتج خاص فيهم حتى يقدروا يبيعوا ويستفيدوا ويروحوا يرعوا للأسر المحتاجة. هلأ هاندز جيفت أند إيفنت عندها جانب إنساني في كل إيفنت، يعني كل معرض من معارضنا لازم تلاقي جانب إنساني، ممكن نكون مصرحين عنه ممكن مش مصرحين عنه. واحد من الجوانب الإنسانية اللي هي أكيد سمعتوا فيها donate your bag for a noble cause، شنطتك القديمة بتقدر تتبرعي فيها، إحنا كنا نبيعها مرة تانية بالمعرض وريعوا هذا كله راح للتعليم في جامعة الأميرة سمية للصندوق الطالب المحتاج. وهذا كان في ستات كتير من أهل البلد، ستات يعني شاركونا بهذه الحملة كانت رائعة وفدنا فيها كتير ناس الحمد لله. هلأ دايما في يعني جوانب إنسانية إحنا بنساعد فيها، من الجوانب الإنسانية اللي موجودة بسوق الهدايا يوم الخميس والجمعة مجموعة ستات سوريات حابين يساعدوا عائلاتهم ويحسنوا أوضاعهم، تعرف الظروف اللي مرقت عليهم مو سهلة، فرح يكون معظم المنتجات الغذائية مصنعة منهم، رح يصنعوها بتشكيلة وعدونا إشي يعني كتير حلو، رح يكون معجنات وأشياء حلويات كبة حلويات، حكولي أسماء كتير إشي يبرق وأشياء كتير لذيذة. قلت لهم أهلا وسهلا فيكم. يعني وأمشي في البوزة السورية ولا ما في بوزة سورية؟ يعني بنقول لهم ما بعرف ما بعرف، بس بلكي هم وعدوني انه يعني يعملوا إشي فظيع، وقلت لهم اهلا وسهلا فيكم واحنا طبعا رح ندعمكم ورح نساعدكم، بالاضافه لستات برضه يعني عندنا، يعني احنا غاده التلي بلشت من عندنا، السيدات كتير بلشوا من عندنا يعني فخورين فيهم كلهم اللي بلشوا بالاكل، لانه كنا نعمل لهم كل سنه كيك كومبيتيشن كمان، نعمل لهم انه مسابقه للكيك
فكانوا يبلشوا يعني يعملوا انه مين احلى كيك. فطبعا غاده التلي من اللي فازوا بالمسابقات عندنا واحنا لقطناها برؤيا وانتم لقطتوها برؤيا وسوق الهدايا ومعارضنا هي مصدر رهيب للمواد والقصص المبدعة اللي ممكن تلاقيها. بتحسي بالفعل انه في سيدات مبدعات في مجال معين يعني بتحبوا تسلطوا الضوء عليهم من خلال هذا المعرض يعني، وهل بتعملوا لهم تسويق خاص فيهم؟ طبعا طبعا في كتير ستات مبدعات يعني، بيكونوا مرات السيدات مثلا بيكونوا مثلا بتعرفي احنا عندنا كتير التعليم منيح ومعظم السيدات عندنا متعلمات وبتقضي وقت فراغ طويل في البيت يعني بعد ما تجيب اولادها وهيك، مرات في منهم ما بحبوا يشتغلوا فبصفي عندها وقت طويل في البيت، فهذا الوقت الست الاردنيه ذكيه كتير طبيعي. يعني ما بتحب انه هذا الوقت يروح تنتج فيه يعني. انا بتذكر من السيدات اللي انا فخوره فيهم كتير، في عندنا داش اند كاش مثلا من القصص اللي خطرت على بالي، سمر صديقتنا وجوانا لفت نظرهم انه الفاشن والاكسسوارات اللباس انه في اقبال عليه شديد، فعملوا بسرعه رهيبه براندنج وعملوا منتج سموه داش اند كاش وبلشوا يبيعوه عنا ولقى اقبال رهيب كتير كان حلو، وبعديها ما شاء الله يعني بيبيعوا في كتير بلاد ومنهم وغيرهم كتير، في عنا ميرفت بطيخي وميرفت يماق ولارا كعوش واسماء كثير، كلها قصص نجاحات وابداعات على مدى السنين. انا بحب اوجه لهم تحيه كبيره وبحب كمان الستات اللي عم يعني عندهم فكره وخايفين بالبيت عم بيحاولوا انه يعملوا إشي بس لسه يعني، هذا اللي كثير كان يواجهنا زمان هلا ما بيواجهنا الحمد لله، لانه تجرأت الست وكانت مثلا صيدلانيه تعمل إشي بالبيت، هلا لا هلا عم بدرسوا ارت عم بدرسوا فاشن حلو عم بدرسوا. إذن يعني أي سيدة حاسة إنها مبدعة في مجال ما ممكن تلجأ لكم بهاي المؤسسة مؤسسة طبعا. هانس للهدايا، حتى إنه تعرض أي منتج هي حابة إنه تعرضه وتستفيد منه أو تختبره بالضبط وترتب له. كل شكر لك أست حنان ونتمنى لكم كل توفيق في المعرض القادم اللي حيكون زي ما قلنا في الرويال بكرة وبعد بكرة، لا الخميس والجمعة. والجمعة أنا كل فكرة يوم الأربعاء مش عارفة ليش الخميس والجمعة أوكي. من الساعة 11 الصبح للساعة 9 ونتمنى نشوف الجميع وتشجعوهم للستات لأنهم عاملين شغل كتير حلو. فخورة في كل السيدات المبدعات وفخورة فيهم. شكرا لك وإحنا فخورين فيكم وطبعا وجودكم وتنظيمكم لمثل هاي المعارض والأكيد البازارات. كل الشكر لك أهلا وسهلا أهلا وسهلا فيك.